ولذلك أتمنى أن الموضوع لابد من إعادة النظر من القادة والناس المخلصين واللي قبلوا وأعطوا ثمن باهظ لهذه البلد أن يراجعوا أنفسهم ولا يخدعوا، لا يخدعوا من الأمم المتحدة المرة بعد المرة. الأمم المتحدة تريده منا هو أن تكون بلادنا مثل الثورات العربية الأخرى، دول فاشلة ولا تستطيع أن ترفع رأساً لإخوانهم في فلسطين المضطهدين الذين انتزعت مقدساتهم ومقدسات المسلمين من بين أيديهم ويسامون سوء العذاب الليل والنهار ونحن نتفرج. فهذه مسؤولية في أعناقكم يا آل فبراير، لا تستسلموا للأمم المتحدة ولا تنخدعوا بترهاتها. فكلامهم غير صحيح، كانوا يقولوا لكم نبوا انتخابات ونبوا توحيد المؤسسات باش ندور انتخابات. نقولكم نقولكم كانكم تبوا انتخابات تقدروا تجروها بالطريقة الموجودة الآن بالقانون الموجود لانتخب به المؤتمر الوطني العام، وهو من جهة محايدة قبل أن يحصل الانقسام من المجلس الوطني الانتقالي، وتقدروا تفرضوه على كل المناطق اللي فيها حفتر وغيرها لأن عندكم قدرة على ذلك، وقد أجريت انتخابات في السابق للبلديات. والأمم المتحدة والأمريكان لو يريدون لحفتر يقول له كفوا خلي الانتخابات تجي، والله لا يستطيع أن يحرك ساكنة. أنتم تستطيعون إذا أردتم. هذه الطريقة المختصرة السهلة للانتخابات يا أهل فبراير. ما يخدعكمش، ما يقولكمش حني ما نقدرش انتخابات إلا من نوحد المؤسسة العسكرية التي هي مضمونها أن يكون حفتر هو الحاكم، هذا هو مضمون توحيد المؤسسة العسكرية. هذا لا تقبلوه، اطلبوا الانتخابات في ظل هذه الحكومة الموجودة الآن، ولا نريد أي حكومة أخرى انتقالية، لا نريد أبدا الانتقال، ما جبناش إلا المصائب. والقانون موجود، والأمم المتحدة والدول الكبرى تقدر تجري الانتخابات في هذه الصورة. إذا هم ما يبوش وقال لكم لا احنا ما نبوش ندور انتخابات إلا بالطريقة اللي يبوها هم وبيجروكم إلى أن يكون حفتر هو اللي يحكم في ليبيا كلها والمؤسسة العسكرية. وزي ما يقولوا أنا نقول لكم والله الانقسام الموجود هذا أفضل ألف مرة من الاستقرار الذي يبيتونه لكم. هل يعجبكم الاستقرار الموجود في مصر؟ هذا هو الذي يريدونه، أنكم لا تشبعون في رغيف الخبز، هذا هو الاستقرار. ما عادش الخبز اللي أنت تو الآن ربما مش راضي بها ما عادش تحصلها، ما تشبعش فيها. إخواننا في مصر ما يشبعوش في رغيف الخبز لما جابوا لهم هذا المجرم اللي هو نفس الشيء، مؤسسة عسكرية وبنوحده وكذا، وانقلبوا على جهة منتخبة وتشريعية في ذلك الوقت ونصب عليهم العسكري، تو الآن هذا يعدونه استقرار. هذا هو الاستقرار الذي يريدونه لكم، لا نريد توحيد بلد تحت هذا النظام، النظام الفاشل المتفشي فيه الجهل والمرض والفقر والبلاء زي ما في اليمن وسوريا. يعني شو ندير به؟ ما نعمل بهذا التوحيد، هذا التوحيد جناية على الأمة، على الشعب الليبي. ما عاش يبقى لنا كرامة ولا لنا حق في الحياة أبدا. فهذا الذي أحذركم منه وأكرره المرة بعد المرة بعد الثانية والثالثة والرابعة، وستقفون على ما أقول، وأتمنى أن تنتفعوا بهذه النصيحة.